صباح الخير، واليوم 27 أغسطس 2021 وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار وبداية مثل العادة مع مولود برج الحمل. عزيزي مولود برج الحمل، عم يتآمر عليك بعض الزملاء في العمل وتبدو مجبر على استيعاب سلبية مواقفهم المفتعلة ضدك بهدف تحقيق الدعم الموعود فيه من قبل بعض الشخصيات النافذة. عاطفيا عم تسيطر عليك جملة من التساؤلات والمشاعر المتناقضة المرتبطة بأهمية مكانتك بقلب الشريك، وتبدو مشغول بأجوبتها الدقيقة بالوقت الحاضر. مولود برج الثور، عم تجتهد على وضع أسس قوية ونقاط محددة مرتبطة باستقرارك المهني، ويبدو أنك مركز أكثر على العمل مع مصدر خارجي أو مع جهة غريبة عنك. عاطفيا الفلك عم يتحدث عن مرحلة عاطفية أهدى من السابق بكافة جوانبها، وعم تحمل معها نوع من الاستقرار المحبب ما بينك وبين الشريك بالرغم من سلبية الظروف يلي عم تظهر فجأة قدامكم. مولود برج الجوزاء، روتينك المهني عم بيهدد استقرارك المالي بشكل واضح، وتبدو غير قادر على البدء بتجربة جديدة بسبب محدودية الفرص بالوقت الحالي. عاطفيا سعيك لوضع حد لخلافاتك الدائمة مع الشريك بتتطلب منك التعامل مع الأمر الواقع بذكاء أكثر حتى لا تستغل الظروف الصعبة ضدك بدون ما تنتبه لخطورة الأمر. مولود برج السرطان، وضعك المهني رح يجبرك على اتخاذ مواقف حيادية مرتبطة ببعض القناعات والمفاهيم المهنية إكراما للالتحاق بمحيط عمل خارجي عم تتمنى توصله بأقرب وقت. عاطفيا تبدو جاهز لإبقاء باب الحوار مفتوح حاليا ما بينك وبين الشريك بالرغم من الاختلافات الشخصية الواضحة بتصرفات كل واحد فيكم تجاه الآخر. مولود برج الأسد، زملاء عمل جديد رح يدخلوا على حياتك المهنية، وتبدو جاهز للتنسيق معهم على مبدأ تقاسم الأدوار والمسؤوليات المطلوبة من كل واحد فيكم. عاطفيا خلاف جديد من المحتمل يسبب لك قلق نفسي ومعنوي مع الشريك بالرغم من التوتر العابر يلي مرقت فيه معه بالفترة السابقة، وكأنه الأمور بيناتكم متوقفة على موقف صغير. مولود برج العذراء، عم بتعاني من ظروف خارجة عن إرادتك عم بتسبب لك تأخير واضح مرتبط بأعمال ونشاطات مهنية جديدة عم بتفكر تبدأ فيها بأقرب وقت. عاطفيا عم تختفي مخاوف كانت عم تمنعك من الاستمتاع بمشاعرك العاطفية مع الشريك بالشكل اللازم، وتبدو مستعد لتبسيط مشاكلك معه على مبدأ استعادة مكانتك بقلبه مهما كلفك الأمر. مولود برج الميزان، تبدو محق بملاحظاتك المهنية، ولكنك عم بتعاني من تجاهل واضح مرتبط بكيفية التجاوب مع مخاوفك وقناعاتك مع أصحاب القرار مباشرة. عاطفيا عم بتعيش تحت ضغط نفسي واضح من المحتمل يورطك بتصرفات طايشة وغير حكيمة بالوقت يلي الأجواء ابتدت تتسهل ما بينك وبين الشريك بشكل ملفت. مولود العقرب، رح تنجح بتدبير مشاكل ومتطلبات مهنية جديدة ما كنت منتبه لها بالسابق، ومن المحتمل تجبرك على أخذ كل احتياطاتك اللازمة لمنع أي استهداف سلبي ممكن يطالك فجأة. عاطفيا تبدو مهتم بتوضيح نقاط خلافية انتهت ما بينك وبين الشريك، ولكن تأثيراتها ما زالت عم تفرض نفسها على تفاصيل يومياتك الخاصة معه. مولود برج القوس، الفلك عم يتحدث عن حلول وانفراجات مهنية بانتظارك رح تجبرك على الالتزام بمفاهيم وقناعات مهمة، ومن المحتمل تساعدك على تخطي مرحلة الفراغ المهني المتخوف منه. عاطفيا عم بيرافقك شعور بالإحباط وعدم الارتياح بسبب تأزم أوضاعك العاطفية مع الشريك بدون أي سبب واضح ممكن يوصلك لخلفيات الأساسية يلي ما كنت تعرفها من قبل. مولود برج الجدي، عم تندم على فرص مهنية ومالية ما أعطيتها الوقت الكافي لتعرف كل تفاصيلها وأبعادها بالشكل اللازم، ولكنك جاهز لتفعيلها مع مصدر خارجي. عاطفيا المجال مفتوح قدامك لتعبر للشريك عن كل يلي بقلبك تجاهه، وراح تلاحظ تجاوب غير متوقع منه بالإضافة لمتابعة عائلية ممكن تنشغل بيومياتها الدقيقة. مولود برج الدلو، عم تتغير الظروف بشكل أسرع والوقت أصبح مناسب لتصحيح وضعك المهني والتفكير بزيادة إنتاجك المالي والمهني بسرية تامة. عاطفيا عم تسعى لصنع نشاطات ومشاريع جديدة بتجمعك مع الشريك
الشريك، والهدف منها كسر حالة الروتين والملل العاطفي يلي واقف بطريق إحياء مشاعرك معه. آخر الأبراج معنا مولود الحوت. عزيز الحوت، عم تشعر بالتعب النفسي من وضعك المهني يلي أصبح ما بيتناسب مع متغيرات حياتك المالية، وبنفس الوقت عم بتفكر بحسم الأمر باتجاه وظيفة جديدة بمستوى مالي أفضل. عاطفيا، خلاف عاطفي حصل بينك وبين الشريك بيرجع بيتجدد، ومن المحتمل تفشل بتجاهل الأمر من دون ردة فعل توضح من خلالها كل المواقف الصعبة يلي واجهتك معه. هذه كانت أخبارنا وتوقعاتنا الفلكية لهذا النهار، إن شاء الله تكونوا حبيتوها. اتضلكم بألف خير. باي باي.